مشاهدينا نعود للخبر الأبرز في هذه الأثناء من الولايات المتحدة. ولاية تكساس مع تأكيد حاكمها أنه في عملية إطلاق النار في إحدى المدارس بتكساس، تم تأكيد 15 قتيلا في مدرسة ابتدائية، كما قال غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية. 14 تلميذا وقعوا ضحية إطلاق النار هذا، بالإضافة إلى معلم في هذه المدرسة. إذن معلومات لا تزال تتكون إلى غاية اللحظة، بانتظار يعني أي معلومات فيما يتعلق بالمتسبب وراءها، علما أنه في الولايات المتحدة إطلاق النار في داخل المدارس هو أمر يمكن القول أنه متكرر إلى حد ما. دائما عند إطلاق النار في المدارس يتم إعادة تجديد الحديث فيما يتعلق بمسألة انتشار السلاح داخل الولايات المتحدة. إذن هنا ما زلنا نتابع هذه الصور الآن من أمام المدرسة الابتدائية، حيث أدى هذا إطلاق النار إلى مقتل 15 شخصا، 14 تلميذا معلم. بعض المصادر تتحدث أنه حتى المسلح المتسبب بهذا الهجوم قد لقي حتفه. المستشفى الجامعي في سان أنطونيو بتكساس تحدث عن استقبال عدد من التلاميذ الجرحى من جراء إطلاق النار في المدرسة الابتدائية مدرسة روب في أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية. إذن مقاطعة تكساس التعليمية بشكل عام في عقب هذه التطورات أعلنت تعليق البرامج المدرسية والأحداث المدرسية بشكل عام في مختلف المقاطعة ما بعد إطلاق النار هذا. إذن تطويق مكان إطلاق النار الهجوم في مدرسة روب بمقاطعة أوفالدي ولاية تكساس الأمريكية عقب إطلاق النار الذي شهدته هذه المدرسة، لأدى إلى كارثة حقيقة مع تسجيل 15 قتيلا حسب المعلومات الأولية، بالإضافة إلى وجود عدد من الجرحى كما أكد المستشفى في المنطقة المستشفى الجامعي عن استقبال عدد من الجرحى من جراء إطلاق النار هذا. عموما للمزيد من المتابعة ورصد المعلومات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنس صبار. أنس مرحبا بك معنا. إذن كما أشرت ليست المرة الأولى لتشهد فيها أحد مدارس الأمريكية إطلاق النار، الآن نتحدث عن حصيلة أولية ثقيلة إلى حد ما. أنس، ماذا في آخر المعلومات أو تفاصيل المتوفرة؟ الأحداث، دعيني أبدأ من الإحصائية. الأرقام حتى الآن تقول أن هناك 14 طفلا من مدرسة ابتدائية مدرسة روب الابتدائية في مدينة يوفالدي بولاية تكساس الأمريكية لقوا حتفهم في إطلاق نار، إضافة إلى معلمة أو معلم خلال هذا الهجوم. وفقا لحاكم الولاية، حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، فإن منفذ الهجوم يبلغ 18 عاما من العمر، وعرفه على أنه سلفادور راموس، وهو من سكان المدينة ذاتها التي وقع فيها الهجوم. هذه المدينة مدينة صغيرة، عدد سكانها يقدر بنحو 15,000 نسمة، تبعد عن إحدى المدن الرئيسية في تكساس سان أنطونيو نحو ساعة أو ساعتين بالسيارة، وهي في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية تكساس. هذا الحادث بدأ على أنه حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل طفلين، وبعد ذلك بدأت تتوالى الأنباء مع تقدم السلطات في التحقيق والدخول إلى المدرسة، ومن ثم قتل المشتبه به كما تصفه وسائل الإعلام وكذلك وسائل الإعلام والسلطات المحلية. غريغ أبوت حاكم الولاية قال إنه هو القاتل وإنه لم يعد على قيد الحياة، يبلغ من العمر 18 عاما. هل اتضحت أنس الدوافع؟ هذا الحادث يسلط الضوء على حوادث أخرى. نعم تفضلي. نعم أنس، لا أدري إن كنت سمعتني، ولكن سألت هل اتضحت الدوافع حتى الآن، عندما أنه نحن نتحدث عن إنه معرفة نعم المتسبب نعم واسمه نعم وعمره.
نعم، على ما يبدو حتى الآن لا تملك السلطات في هذه المدينة وحتى في ولاية تكساس إجابة على هذا السؤال، لكن وفقا لما تحدث به حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت فإنه ما يتوفر لديهم من معلومات بأن هذا الذي أطلق النار مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما، وجاء على ذكر اسمه وهو في حالة إلى حد ما شاذ عما نسمعه عادة من السلطات الأمريكية في حالات كهذه، تتحفظ لبعض الوقت على اسم مطلق النار إلى حين التأكد من هويته وربما إبلاغ ذويه بالحادث أو التحقق من خلفياته حتى تكون لديها إجابات على هذا الأمر. بكل أحوال السلطات الأمريكية تقول إنه خلال الدقائق وربما ساعة أو أقل سيعقد مؤتمر صحفي آخر للسلطات المحلية هذه المرة، وستوضح ما الذي جرى أكثر من الحديث عن الدوافع، وهو أمر يستغرق عادة بعض الوقت. لكن بكل الأحوال إذا ما نظرنا إلى السياق الذي يأتي فيه هذا الحادث فهو يشير إلى امتلاك عدد كبير من الأمريكيين للأسلحة، وفقا لمشرعين من ولاية تكساس الأمريكية تحدثوا إلى وسائل الإعلام بعد هذا الحادث بقليل، يقولون بأنه في ولاية تكساس على الأقل ارتفعت نسبة امتلاك الأسلحة بين الأطفال في بعض الأحيان أقل من 15 عاما، من 15 عاما إلى 23 بنسبة 40% في عام 2020، وهذه النسبة زادت بطبيعة الحال خلال العام الماضي وما مضى من هذا العام. هذا الموضوع هو الذي ربما يشغل بال السياسيين، لكن على الأرض تحاول سلطات الطوارئ والسلطات المحلية حصر عدد الضحايا وهو مرجح للازدياد كما يقول تقول السلطات المحلية، لأن عدد ممن أصيبوا في هذا الحادث نقلوا إلى المستشفى وما زالت الأخبار تتوالى. فقط لأوضح الآن ربما بعض المعلومات اللي تأتي الآن من حاكم تكساس غريغ أبوت، يقول أن المشتبه به أطلق النار على جدته قبل دخول المدرسة وفتح النار مرة أخرى على البقية، ولم يوضح أبوت أي شيء عن حالة الجدة، وقال أن مطلق النار كان يحمل مسدسا وربما احتمالية حمله لبندقية. هناك سيارة يعني مكسرة في جانب الطريق أنس، هل هناك من صورة واضحة كيف وصلت إلى هناك مع تركيز الكاميرا عليها؟ هل كان هناك عملية ملاحقة؟ هل من الواضح لمن تتبع هذه السيارة أنس؟ في الغالب تحاول السلطات قدر الإمكان على الأقل في حالات كهذه تطويق المشهد والموقع الذي شهد الحادث، وبعد ذلك تبدأ بتتبع خطى من خلال شهادات الموجودين وشهود العيان، تتبع خطى المهاجم على أمل محاصرته. عادة ما تغلق يعني مجمعات سكنية، كل المربع الذي جرى فيه الحادث على أمل إلقاء القبض على المشتبه به. تحاول أيضا السلطات في حالات مشابهة البحث عن متعاونين مع مطلق النار أو المهاجم على أمل أيضا الحصول على معلومات أكثر، أو ربما وقف حادث إطلاق نار آخر قد يجري في المكان. السلطات الأمريكية في هذه المدينة على وجه الخصوص قالت في بداية الأمر، حتى وإن أعلنت أنها ألقت القبض على من سمته في حينها مشتبه به، قالت إنه حادث إطلاق نار نشط، بمعنى أنها ليست متأكدة حتى تلك اللحظة، أي قبل ربما 20 دقيقة، حتى تلك اللحظة ليست متأكدة من إما كان هذا مطلق النار هذا وحيدا وقد أطلق النار وبعد ذلك أردي قتيلا، كانت تحاول أيضا البحث عما إذا كان معه آخرون، خصوصا وأن المعلومات تتحدث عن إطلاق النار على 14 شخصا، إصابة 30 ربما من بينهم 14 قتلوا، وإضافة إلى المعلمة المجموع 15 هناك، ونحن نتحدث هنا حتى نقلوا إلى المستشفى، هذا عدد كبير. عن 2 من ضباط الشرطة اللي استجابوا أيضا لهذه العملية حسب الحاكم تكساس هم من المصابين أيضا، ولكن من حالتهم غير حرجة حسب ما أكد غريغ أبوت أنس.
بالفعل، وهذا ما شاهدناه أيضا في حادثة مشابهة قبل أيام، ما حدث في بافالو في شمال ولاية نيويورك، عندما استجاب أحد أفراد الشرطة وكان أيضا من بين القتلى في ذلك الحادث. هذه التفاصيل قد تتكشف تباعا، خصوصا بعد عقد المؤتمر الصحفي الذي من المتوقع كما تقول السلطات المحلية أنها ستعقده خلال ساعة على الأقل، وستتحدث فيه عن تفاصيل إضافية، كيف استجابت، في أي ساعة، وعدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى، وعدد من توفوا جراء هذا الحادث جراء إطلاق النار عليهم. لكن بكل الأحوال بدأت على الأقل حتى الآن في وسائل الإعلام الأمريكية بدأ الحديث عن الخلفيات، كما سألت قبل قليل عن الدافع وراء هذا العمل، ربما للاسم، لاسم المهاجر أو المهاجم عفوا، دلالات على طبيعة هذا الهجوم. نعلم أن الهجوم الذي شهدته بافالو في ولاية نيويورك كان لدوافع تتعلق بإيمان هذا المهاجم بتفوق العرق الأبيض. هذه منطقة غالبا يسكنها سكان الأمريكيين البيض، إضافة إلى بعض ممن هم من ذوي الأصول اللاتينية من دول كالمكسيك. ولكن نحن نتحدث عن محكم، عن مدرسة عفوا، مدرسة ابتدائية، بينما نتحدث عن المشتبه به منفذ هذا الهجوم يبلغ 18 عاما، والمصادر أيضا تتحدث أنه أنا كنت أشرت إلى السيارة اللي كنا نتابعها على الشاشة، وحاكم ولاية تكساس يقول أنه يعتقد أنه منفذ ترك سيارته ودخل مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بمسدس وربما ببندقية، لكن لم يتم التأكيد وفق آخر تقارير لأي من هذه الأمور. نحن نتحدث عن شاب بالغ يستهدف مدرسة ابتدائية وطلاب ابتدائيين، أنس، هذا يفتح عديد من التساؤلات كونه ليس أحد من الطلبة أو حتى ربما من العاملين، أليس كذلك؟ صحيح، وأيضا يثير تساؤلات عن مدى السلامة العقلية لشخص في هذا العمر هكذا نوع من الاستهداف لمدرسة ابتدائية. ربما هذه المرة عدد كبير من الدوافع الأخرى قد تستثنى عند النظر والبحث في دوافع الهجوم بوجه عام، إن كانت هذه مدرسة ابتدائية كما ذكرتي، ومن سيفكر في استهداف مدرسة ابتدائية لأطفال ومعلمتهم؟ بالنظر إلى ما توفر على الأقل من معلومات حتى الآن، فإن الأمر يشير إلى أن هناك على الأقل اضطرابا ما في من سيفكر في استهداف مدرسة ابتدائية، سوى أنه مريض نفسيا أو مختل عقليا لينفذ عمل مثل هذا في مدرسة ابتدائية. بكل أحوال وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث الآن عن ارتفاع عدد القتلى إلى 16 بعد أن كانت قالت إنهم 15 قتيلا بينهم معلمة والبقية من الأطفال. كما ذكرت السلطات المحلية قالت إن هناك 30 إصابة جراء هذا الهجوم، وأيضا لم تحدد إذا ما كان هؤلاء 30 هم بخلاف الذين قتلوا. وأعلن المستشفى المحلي في مدينة يوفالدي مقتلهم. كنا أيضا شاهدنا على شاشات التلفزة كيف أن عدد كبير من السكان المحليين تجمهروا في محيط المدرسة، كثيرون منهم يحاولون الوصول إلى أبنائهم، يحاولون معرفة إذا ما كانوا أبنائهم قد استهدفوا في هذا الهجوم. لكن مرة أخرى السياق الذي تأتي فيه هذه الهجمات وعمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة، استهداف المدارس، يعطي لمحة عن التفاصيل التي قد نستمع إليها خلال الساعات المقبلة من السلطات، والمتعلقة بطبيعة الدوافع، طبيعة المهاجم، وكيف كان يفكر وبماذا كان يفكر. وربما كما ذكرتي الأنباء التي تحدث عن استهدافه لجدته تؤشر إلى أن اضطرابا أو اختلالا عقليا ينتاب هذا الشخص. طيب أنس، فكيف سيصل به الحال إلى هذه النقطة؟